السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم بوزاره جدا مهمه، وزاره التصاقها وخدمتها مع المواطن بشكل مباشر، وتهتم حياه الانسان بشكل مباشر ايضا، وزاره الصحه. خلنا يمكن على مدى مجموعه حلقات متفاوته، من الإخلاء الطبي إلى إدارة المستشفيات وإلى بعض المفاصل في وزارة الصحة، اليوم راح نأخذ مفصل جدا مهم، هي المشاريع. هاي الدائرة، دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، من شأنها تهتم بالبنى التحتية اللي هي المستشفيات والعيادات الطبية، و إن كانت في مقر المحافظة، مركز المحافظة، أو في الأطراف. مثل ما تعرفون أكو معاناة كبيرة بالأطراف، كنت تلقى عيادة شعبية وتعزل من وقت وماكو إدامة صحة، وتعرفون المريض أو الحالة الطارئة تأخذ من المناطق الريفية من الأطراف إلى المركز، وممكن يفقد الإنسان حياته أثناء الطريق. هذه المعالجات إن كانت موجودة في وزارة الصحة، ما موجودة سابقا، ممكن أن يعملون عليها. أكو خطة بهذا الاتجاه، كون هذا الموضوع جدا جدا مهم. إحنا هسه يقول المشاهد يمكن في بعض الأحيان في المركز أيضا خدمات شوية لا تليق بالمواطن العراقي، لكن الوزارة تقول لا، عندنا مشاريع، عندنا خطط مستقبلية، عندنا تنمية حاليا موجودة، مشاريع قاعدة تفتتح، مشروع بعد مشروع، حتى نتأكد من المعلومة من المصدر ونطرحها بشكل عام، وهي للرأي العام. بالتالي اليوم نستضيف الأستاذ المهندس أحمد شلش سلطان، معاون مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في وزارة الصحة. مرحبا بك اجمل ترحب استاذ احمد. اهلا وسهلا دكتور. شكرا لتلبيه الدعوه. لا بالعكس، في الخدمه عزيز. شكرا لحضرتك وقناتكم الموقره، وشكرا لكادركم، وشكرا للمشاهدين الكرام. جزاك الله خير. جزاك الله خير. استاذ احمد، اتمنى يكون شويه نسع صدرك لمجموعه الاسئله. حاضر. ممكن هي تكون هي محرجه لوزاره الصحه، ولكن هذا الواقع، هذا المطلوب ان يحقق للمواطن العراقي البسيط اللي يحتاج ابسط الخدمات. اكيد طبعا. يعني هسه تشوف يمكن في بعض الدول، ان كان غربيه او حتى عربيه، تعطى الخدمات حتى توصل يمكن الى المنزل في الصحه. لكن احنا دائما ما يقولون اكو حاشاكم، اكو تخلف بالتطور في وزاره الصحه. السبب اكو حكومات متعاقبه يمكن اضرت في البنى التحتيه، ما ادامتها، ما بنت. ممكن كثير نشوف مستشفيات وصلت الى 50% 40% وتركت وعملت. هذا الاساس اللي طلبنا بصراحه من وزاره الصحه. مشكورين الاخوه في وزاره الصحه، الله يحفظكم، ان ياتونا باحد المسؤولين عن المشاريع حتى نناقش قضيه ليش هذا التلكؤ؟ ليش قبل فتره اكو تلكؤ والان بدت العجله تتحرك؟ وهي اسباب لها. أريد أن أتعرف اليوم من خلال لقائنا بك على هذه الأسباب بصراحة. شكرا جزيلا دكتور. هذا السؤال صراحة هو سؤال جوهري، ويوضح للمواطن وللكل طبعا، مو فقط للمواطن. أنا يعني حال الناس أيضا كنت أسأل نفس السؤال. أنا بالنسبة لي موظف بإدارة المشاريع من 2005، فالحمد لله واكبت الفترة الطويلة للمشاريع ومشاكلها والإرهاصات اللي مرت بيها إلى آخره. النقطة الجوهرية بالإجابة على هذا السؤال، المشاريع أغلبها اندرجت عندنا، اللي هي تتراوح يعني مستشفيات أغلبها سعة سريرية من 50 إلى 400 سرير. ال 400 سرير طبعا هو مع الملحقات مالته والإضافات توصل تقريبا 500 أو 500 سرير، يعني نقدر نعتبرها صراحة هي مشاريع كبرى أسوة بقية الدول، سواء العربية أو غير العربية. المشكلة الرئيسية بعد ما اندرجت هذه المشاريع بال 2010 إلى 2012 اكتمل إدراجها. مسبقا كان اكو موازنات جيدة، تخصيصات جيدة إلها. بداية المشاريع يعني من السنة الأولى من عمرها نقدر نسميها بين قوسين مشيت مشية سلسة جيدة.
لكن المشكلة الرئيسية اللي وقفتها هي دخول عصابات داعش بال 2014 العصابات المجرمة. هذا سبب رئيسي؟ هذا سبب جوهري مو فقط رئيسي صراحة. على ضوء الحكومة العراقية أصدرت قرار المختصين يعرفون اللي هو قرار 347 لسنة 2015، هذا وقف جميع المشاريع وانطى به مجموعة خيارات. الخيارات منعتها أما تنهي العقد مع الشركة المنفذة وتصير مخالصة يعني تسوية، كل من يأخذ اللي إله واللي عليه وتجمد المشاريع. الخيار الآخر لا، يصير مفاوضات مع الشركات المنفذة، يقول له تعال أنت هذا المشروع مالتك ما إله تمويل، طبعا هو بسبب الوضع اللي مر به البلد واللي أنتج عنه المشاكل الاقتصادية وقلة التخصيصات المالية إلى آخره. حضرتك تعرفه وكل مواطن العراقيين يعرفوه بالعاجل. يصير بالعاجل؟ لا مو بالعاجل، هذا يعني كان الخيار ما مطروح، تجمد، يصير المشروع مجمد. إلى أن طبعا هنا موضوع تجميد المشروع بمجموعة شروط، لأن قرار 347 اللي صدر ونقحته وزارة التخطيط كان بمجموعة شروط، أيضا يصير به تسوية، إيقاف لخطابات الضمان، يصير به يعني مخالصات مالية، لكن يبقى المشروع بذمة الشركة وبذمة وزارة الصحة سواسية يعني، لكن المشروع يتوقف الشرط مالته إلى حين توفر التخصيصات المالية يلا يصير استئناف للمشروع. طبعا هذا شمل جميع مشاريع العراق ليس فقط مشاريع وزارة الصحة، من ضمنها المستشفيات مال وزارة الصحة. هذا الكلام بال 2015 من شوية الأزمة المالية يعني انفرجت الحمد لله والبلد تخلص من الإرهاب من عصابات داعش. بال 2018 صارت فسحة مالية وفسحة إدارية خلينا نسميها، توفرت بعض المبالغ المالية، توفرت بعض الظروف، توفرت الخدمات اللوجستية. بال 2018 إلى 2019 بدأ استئناف المشاريع مع قلة التخصيصات المالية أيضا، يعني أنوح على هاي الفقرة، يعني التخصيصات المالية بال 2012 و2011 هي مو مشابهة للتخصيصات اللي صارت بال 2018 او 2019، طبعا اقل بقليل بكثير، العفو اقل بكثير. هذا هو السبب الرئيسي طبعا اللي سوى لنا مشاكل بانجاز المشاريع. لو معروفه في وقتها، عفوا استاذ احمد، كانت ذهبت باتجاه الاجهزه الامنيه، وزاره الدفاع ووزاره الداخليه الموازنه، اغلبيه الموازنه بالضبط لان صح. كان وضع امني يستوجب زين حمايه البلد الى اخره. هذه الفتره الزمنيه اللي هي من 2014 لنهاية 2018 هذه المشاريع متوقفة تقريبا 5 سنوات. المشاريع تعرضت للأضرار خلال هاي الفترة. طبعا أنت هسه بناية مال بيت بسيطة إذا تبنيها وتتركها 3 سنوات 4 وما تنسكن وما يصير إلها إدامة لمنظوماتها، طبعا راح تتعرض للاندثار 100%. موضوع الاندثار أيضا هذا فد ملف يعني طويل عريض، وزارة التخطيط اضطرت أن تصدر مجموعة قرارات حتى تعالج الاندثارات. الاندثارات ترتبت عليها مبالغ أضافية، بعض ملفات الاندثارات ما حسمت من قبل الشركات، يعني الشركات اعترضت على بعض المبالغ، اعترضت على بعض الآليات اللي انفقدت أثناء فترة الحرب السابقة، اعترضت على كثير من الأمور. هذه كلها مناقشات ودراسات مع الشركات المنفذة، لأن تعرف دكتور أنت شركة صبرت عليك صراحة، أنا ما أريد أصير مع الشركات لكن هو الحق يقال ونكون حياديين، شركة وقفت وياك وجمدت المشروع وما تنازلت، قالت لك أوكي أنا بعد ما تفض الأزمة أنا ممكن عندي استعداد أجي أباشر وأكمل لك المشروع. خلال هاي الفترة هذه الشركة هم تكبدت خسائر 100%، كبدت كثير من الخسائر، آليات اندثرت، العمالة مالتها كانت تنطيها رواتب، بعض الأضرار صارت بالأبنية، عدا الأضرار الحربية طبعا، عندنا مشاريع بالمناطق المحررة اندمرت دمار شامل، واضطرينا أن نجيب مكاتب استشارية سوي لها إعادة تقييم، أضيفت مبالغ إلها، هذا أيضا يعني ملف كان حساس جدا لكن حسم الحمد لله عن طريق تشكيل لجنة الأمر الديواني، الأخوة المختصين يعرفوها، هي رقم 45 سنة 2018. هاي حلت كثير من المشاكل اللي هي يعني كانت مو من صلاحيات وزارة الصحة أن تحلها صراحة، لأن الضوابط والتعليمات تعرف دكتور تحدك، ما تنطيك سماحية بأن تأخذ قرارات جريئة
وتقدر تمشي مشروع بتبعات قانونيه. حدود للصلاحيات. اي فلجنه الامر الديواني يعني الاخوه مشكورين هم بالسيد وزير التخطيط ووزير الصحه والساده الوكلاء مدراء عامين وزاره العمار والاسكان كثير من الاعضاء يعني حلوا هذه المشاكل الحمد لله وخلوا المشاريع تمشي يعني نقدر نقول على السكه وقدرنا يعني نوصل بها نسب انجاز متقدمه. هاي هسه حاليا لو هذا حاليا طبعا هي شكلت اللجنه بال 2018 تفعلت بال 2018 هي تفعلت يعني بدات تشتغل هي نتيجه هذه المشاكل لان اكو بعض المشاكل معقده شروط العامه المقاولات التعليمات ما حلتها صعب ان تحلها يعني فد مشاكل شائكه لان بيها جنبه قانونيه وبيها جنبه ماليه وتعرف احنا كدائره مشاريع وكمهندس ما عنده الصلاحيات يتجاوز الشروط العامه او يتجاوز فد امور معينه انا ما اقول اذا اسمح لي ما اقول لجنه الامر الديواني تجاوزت القانون لا بالعكس لكن وضعت حلول بما يتماشى مع القانون يعني خلينا نسميه اجتهاد تجاه القانون وبما يتماشى مع نصوص القانون فحلت لنا كثير من المشاكل يعني هذا العمل اصلا قلل ممكن البيروقراطيه اللي بالدوام. بالضبط اختصر لنا دكتور كثير من الحلقات اختصر لنا كثير من الروتين اللي لولا هذه القرارات مال لجنه الامر الديواني يمكن احنا لحد الان ولا مشروع ماشي ولا مشروع مستأنف ولا مشروع منجز فهذا يعتبر انجاز صراحه لجنه الامر الديواني احسنت جزاكم الله هذا يمكن راح يحين على سؤال يمكن بعض الاخوه المقاولين يقول لحد الان من 2014 و2015 ما ماخذين استحقاقاتهم الماليه في بعض المستشفيات في بعض المحافظات. هو انا نوهت عليها اذا حضرتك دكتور يعني قلت لي موازنه قليله. اي اكو موازنه قليله، اكو ملفات انحسمت يعني حتى يمكن قبل 3 أشهر 4 خصوص الاستحقاقات الماليه. بعدين اجتنا ايضا مشكله اختلاف سعر الدولار والتضخم المالي للاسعار. ايضا الحكومه الشركه تتعامل معكم بالدولار ان كانت كلها بعض العقود بالدولار وبعض العقود بالدينار العراقي موضوع التضخم بالاسعار ايضا سبب لنا مشكله وبدات الشركات تعرف دكتور انت مشروع يعني مدرج بال2013 او 2012 هاي السنين كلها متلكئه زين وهاي السنين كلها هو عنده مشاكل فالاسعار ما تبقى على مستوى معين يعني بين قوسين هو السوق ده يتغير يوم بعد يوم الاسعار تختلف الاسعار في زياده بالضبط ايضا عولجت هذا صدرت الحكومه وزاره التخطيط سوت المسوده مال قرار 301 يسوون خلفت نسب زيادات للمشاريع وتقريبا حسمت الحمد لله ومشت الامور يعني بس خلي اذا دكتور اذا تسمح لي خلي اقفل لك الحديث اللي بدينا به انه ليش عمر المشاريع امتد خلال هالفتره يعني طويله 10 او 12 سنوات ومشاريع اكتملت متاخره نتيجه هاي الظروف اللي شرحناها قبل دقائق صار بيها نسب انجاز المشاريع لكن نسب انجاز مو بمستوى الطموح ايضا لا يعني لاقتنا عقبه اخرى هي قله التخصيصات الماليه يعني تعرف حضرتك احنا عندنا التزامات تعاقديه عندنا مجموعه مشاريع تقريبا يعني 30 مستشفى يتراوح من 50 الى 100 الى 150 الى 400 سرير هذه بها التزامات تعاقديه وبها اعتمادات مستنديه فتحت للاجهزه الطبيه شراء أجهزة طبية عليكم أنتم كدائرة؟ لا هو مو شراء علينا لكن هو ضمن كلفة المشروع شراء أجهزة طبية وهذا يكون على عاتق الشركة تستورده والتخصيصات المالية من عندنا طبعا واضح وتوضع للمواصفات من الدوائر المعنية وجهات استشارية قلة التخصيصات المالية أيضا أثرت على زيادة نسبة الإنجاز بصورة يعني خلينا نسميها صورة طموحة أو اللي إحنا نطمح له صراحة. بالتأكيد إذا ماكو أموال شلون تشتغل؟ بالضبط يعني مثل ما واحد يسوي له فد مشروع معين ويخلي له موازنة سنوية فواحدة من السنوات إذا الموازنة إجت للنصف أو للثلث طبعا راح يصير عنده تنكر. بس عفوا أستاذ حمد مداخلة بسيطة يعني بالتالي أنتم أي مشروع أكيد بيه جدول أكيد طبعا يعني بلان موجود كامل على كل المشروع. بالتالي المبالغ اللي خصصت ترفع للبرلمان لوزارة الدولة ونوب وزارة التخطيط ومن ثم تذهب باتجاه التشريع وتذهب باتجاه الحكومة يعني المبلغ المخصص لهذا المشروع هذا غير يبقى بالحساب يعني هذا المشروع الفلاني للمستشفى التركي مثلا في كربلاء مستشفى الفلاني في الناصرية
خلاص يعني هذا المبلغ المفروض ما يتلاعب بهذا المبلغ. صحيح كلام. تمام تمام. هذا سؤالك دكتور اجاوب عليه بشقين. الشق الاول مسبقا الحد 2019 المبالغ ما مصروفه كانت ترجع لوزاره الماليه، هذا فيما يخص بالضبط فيما يخص مشاريع الخطه الاستثماريه. احنا مشاريعنا يسموها خطه استثماريه مركز الوزاره. سنة العشرين ماكو موازنة طبعا، كان ذرعات عمل منجزة يسموها، يعني احنا ترفع لنا الذرعة من المقيم تمام، احنا نرفعها لوزارة التخطيط، وزارة التخطيط تخاطب وزارة المالية حتى يمولوها. طبعا هذا بفترة زمنية هم سببت لنا مشاكل، لان بعض الشركات بدأت تطالب بمدد اضافية، لان الشروط العامة يقول لك 30 يوم اذا ما تصرف لابو الشركة لازم تتفاهموا على صيغة حل. صح. اما توقف المشروع وتعطيه مده اضافيه. فهم من حقهم بداوا يطلبون مده اضافيه، وبالتالي شنو صار شيفتنج بالضبط بالانجاز. بالانجاز اي على يعني مكان المشروع ما نكمله مثلا سنه صار سنه ونص الى اخره. اي صحيح. زين المبالغ بعدين بال21 اكو فقره كانت ممتازه هي موازنه 21 وتكررت بال23 ايضا ماكو موازنه. ماكو موازنه 21 23 24 25 اكو فقره طبعا هي ممتازه نزلت الان بالموازنه. اي اي تعليمات الموازنه زي. المبالغ اللي ما تصرف تدور كامانات لدى الوزارات. ممتاز. هذه طبعا هي فقره جيده جدا. يعني انا اذا عندي مثلا 10 مليار لمشروع معين، ال10 مليار ما انصرفت، تصرف منها ثلاثه، فدي ثلاثه او اربعه، السبعه تبقى، السبعه تبقى خزينه وزاره الصحه او الوزاره المعنيه. طبعا هذا يشمل جميع الوزارات، تبقى كامانات مقيده باسم المشروع. باسم المشروع طبعا ما نقدر نتصرف بها، هذه فقره فادتنا. ممتاز. لكن شنو اللي الشق الثاني، شنو اللي ما استفادينا من عندها؟ هاي ال10 مليار انصرفت على المشروع لان اكو نسب انجاز، انحلت كثير من المشاكل، بيروقراطيه شويه بدات تتميع، انا اسميها تميع. إيه أحسن. يعني مو الطف. اي الطف، مو انتهت 100% موجوده لكن تميعت الحمد لله. فال10 مليار صرفناها، قدرنا نصرفها طبعا، هذا از اكزامبل يعني كمثال. واضح واضح. استنفذنا جميع مبالغنا بحيث من عبرنا على السنه الثانيه الخزينه مالتنا صفرت. بس هذا محسوب لحساب المفروض. طبعا اكيد طبعا هو محسوب الحساب. المشكله قلت لك هي قله التخصصات يعني الماليه. زين. يعني احنا بجنبه جيده بيها نقطه قوه وبيها نقطه ضعف. نقطه القوه الحمد لله المبالغ نقدر نستفاد من عتها، يعني ما ترجع لوزاره الماليه. هذه نقطه القوه. الشق الثاني انا عندي اشكاليه. إيه نقطه الضعف. ان احنا لان حلت المشاكل اللي عندنا اللي عانينا من عتها كوزاره الصحه الحمد لله بتضافر الجهود صراحه، ما خاف نذكر جهه معينه وجهه معينه اخرى. عندي اسئله عليها. زين. فالجهود تضافرت انحلت كثير من المشاكل. زين. كوادر وزاره الصحه بصوره عامه. الكوادر السانده. الشق الثاني تقول مثلا احنا صرفنا 10 مليار هسه يعني الحمد لله مبالغنا جاي نصرفها ما ترجع من عتل. يعني كمل المشروع؟ لا ما كمل. جيد. اي ما كمل. جيد. هو هذا نقطة الضعف اللي هو عنده نقطة ضعف. اريد اناقشه وياك بشكل سريع حتى ندخل على باقي الاسئلة. استاذ احمد مثلا زين انتم احنا قلنا اكو هناك خطة اكيد معدة وجدوى عمل صحيح، وحتى الجدوى اقتصادية بها كون هذا مشروع كون تنموي بها بالضبط. زين عندكم تنادر انتم، يعني هذا انا اريد اقول ابو الشركه هاي التنادر مالته وهاي اسعار انا الماده والسعر المقابله والسعر الافتراضي، ويصير عليه مناقشه بينك وبين ابو الشركه. هاي اذا كان عمل مباشر بيناتكم. اما ابو الشركه يجيك يقول لك انا هذا المشروع يكلف الدوله العراقيه مثلا او يكلف المستثمر او الشركه يكلف مليار. زين انتم شنو الاشكاليه بيها؟ خلاص المليار خلاص هذا راح ينجز العمل بالمليار. اذا خلل بالتعاقد اكو عقوبات أكيد جزائيه. طبعا أكيد. زين هذا ليش تذب على الدوله؟ هو انا جاوبك عليه دكتور، يعني خلي شوي اوضح لك نقطه معينه. التخصيصات الماليه احنا سنويا نقدرها تقدير، يعني عندنا في قسم مختص بها وقسم المشاريع الكبرى التخطيط الهندسي. عندكم مشاريع كبرى؟ اي طبعا العشرون هسه عرجلك عليها ان شاء الله. هسه المواطن يقول عمي وين المشاريع الكبرى؟ اكو سمول بروجكت يا شباب. ابقى على السمول بروجكت احسن. ان شاء الله اشرح لك. يلا ان شاء الله مختصرا. وان شاء الله مستقبلا راح تصير بعد اكثر توسع
وفعلا من نقول مشاريع كبرى هي فعلا كبرى يعني زين وتحسب لوزارة الصحة. يلا خلينا نسمع بعدين جوابها ان شاء الله. العفو تفضلوا. نضع التخصيصات السنوية التقديرية المشاريع سنويا احنا ماذا يبلغون وزارة التخطيط. طبعا تعرف احنا حاليا نستخدم وسائل حديثة البريد الإلكتروني الواتساب بغض النظر عن الكتب لان الكتب كتابنا وكتاب تاخذ يعني وقت صراحة صحيح يخابرون الجهة المعنية بأنتم ترى لكم ترى وذابين الحكومة أصلا وفق المنهاج الحكومي بالضبط الأتمتة. أحسنت أحسنت يعني باع طويل مشت بهذا الموضوع الحكومات يقول يبلغون يا أنت لك تريليون يا دارة زي. المشاريع طبعا زي. أنا أحكي هنا حصرا على الخطة الاستثمارية وإذا أحكي على التشغيلية واضح. اللي تخص إنشاء المشاريع أو المؤسسات الصحية بصورة عامة اللي هي مستشفيات مراكز تخصصية مراكز صحية إلى آخره. فمن يقولون لكم تريليون احنا نجي نفصل هذا التريليون على مشاريعنا المستمرة طبعا. اللي هي تقريبا 150 إلى 160 مشروع اكو مشروع يطلب استحقاقات اكو مشروع نسب انجاز جيدة اكو مشروع الشركة ضعيفة به فنجي نقدر هذا ايش قد راح يصرف خلال هاي السنة لان تعرف يا دكتور الموازنة الاستثمارية هي موازنة سنوية طبعا. سنوية وستم صار عندكم جداول وعندنا جداول اي فالموازنة نجي نخلي التقديرات المالية لهذا المشروع نتوقع فلان الشركة بناء على معايير معينة طبعا عندنا تحتسب راح تصرف مثلا 10 مليار أو 20 مليار خلينا نقول 20 مليار خلينا نتفق على رقم ندز الجداول وزارة التخطيط بكتاب رسمي وبعد النقاش وإلى آخره وتنضج وإلى كذا من ترسل وزارة التخطيط تصير بها دراسة نفاجئ صراحة نفاجئ وإذا موازنتنا خفضت للنصف يعني هذا المشروع اللي احنا كوزارة الصحة ودارة مشاريع كان في النية ان نطيع 20 مليار لان نعرفه هذا يشتغل وجيد وبيها قوة مثل ما يقول زين راح نضطر بناء على تخفيض الموازنة من قبل وزارة التخطيط ايضا نخفض تخصيصات السنوية اما كان 20 مليار راح نطيع 10 مليار وهذا على حساب الجودة وعلى حساب لا مو على حساب الجودة على حساب الوقت الوقت هي نفس الجودة ونفس الجداول ونفس المواد وإلى آخره لكن على حساب الوقت يعني هذا المفروض العشرين بدل ما ينجزب السنة أحسن هذا هو مخطط إليه المشروع خلال هاي السنة ينجز من عنده مثلا 8% خلينا نقول أو 10% بناء على التخصيص 20 مليار لكن من صار 10 مليار طبعا صار للنصف ولا ربما يتدنى دون النصف لأسباب معينة زين فهي هذه الجنبة السلبية أو نقطة الضعف اللي نعاني منها زين شلون تشوفون الجهات الرقابية ديوان الرقابة المالية يعني هل ماخذ مكانه وعمله باتجاه الوزارات بشكل عام بينما أنتم بشكل خاص والله السؤال هذا دكتور هذا السؤال خاف يسبب لنا مشاكل ويا جماعة الرقابة يا الله هذا دور مشاكل لكن يكون واحد يعني يحكي حظ وبخت مثل يقول زين أو بحيادية أو شفافية يعني قلت لك أنا موظف قديم دارة المشاريع كمهندس أتكلم ومطلع على أغلب تقارير ديوان الرقابة المالية فيما يخص عمل دائرتنا اللي تجينا صراحة بغض النظر عن ماهيتها لأن تعرف ديوان الرقابة هو عنده يعني مجموعة أقسام ومجموعة شعاب وعنده أقسام عاملة في مراكز الوزارة فدائما أشوف تقارير ديوان الرقابة المالية هي صراحة تقارير تقويمية جميل إيه تقارير تقويمية غير جارحة يعني دز لك تقرير مهذب يدليك على نقاط الضعف اللي عندك وأحيانا ينطيك المعالجات هذا بدون مجاملة صراحة أحيانا ينطينا يعني يقول هاي أكو فلان ملاحظة فأنا أوصي أن تسوي كذا وكذا حتى تتلافى هذه المشكلة جميل ممتاز ويعني الناس جيدين ومتعاونين معانا وصير اجتماعات وصير لقاءات وصير بريد مستعجل هذا شيء مهم إيه يعني أنا أعتبرها جهة حلقة تكاملية بالضبط إيه أنا واحد من الناس كدائرة مشاريع أتكلم مثل دائرتي ووزارتي تقارير ديوان الرقابة المالية هي تقارير داعمة لأدائنا صراحة ممتاز يعني بدون مجاملة ممتاز إيه. من ضمن أقسامكم يعني قسم التصاميم هو مهم أهم قسم بصراحة بهذه الدار دارة المشاريع شلون عرفتهم قسم دكتور مبين التصاميم هو شلون كم مشاريع صحيح لأن أنت مش دارة مشاريع يعني الديزاينر أكيد ف
دكتور تستعينون بطاقات او خبرات اجنبيه لو فقط عراقيه بيور يعني؟ يعني بين احيانا احنا كوادرنا صراحه اشتغلت بهذا المجال يعني خلي نبدي نقول من بعد 2004 2005 اسست هذه الاقسام لان اداره المشاريع كانت عباره عن قسم اي قبل 2003 بعد 2003 صارت مديريه ودار الى اخره وصارت مجموعه اقسام. فالحمد لله مهندسين يعني خلال هاي الفتره من 2003 الى اليوم يعني نقدر خلينا نقول 20 سنه صار عندهم فد خبره معتج بيها موضوع التدقيق واعداد التصاريح. خاصة العقل العراقي. بالضبط العقل العراقي معرفة. يعني عقل متفتح ومبدع صراحه بس تتهيئ للظروف نوعا ما مو ظروف 100% 60 70% يبدي يشتغل زين. لو تتهيئ ظروف تخليك مدير عام. زين فالحمد لله يعني كوادرنا الهندسيه هي الحلوه عفوا استاذ احنا قاطعك بخير هو الاستحقاق ان يكون ستيب باي ستيب يعني اكيد طبعا يعني هذا امانه هو هذا إيه؟ اولا راح تكون عنده خبره عاليه صحيح مرونه بالتعامل بالضبط يعرف كل حيثيات الدائره اللي ينتمي لها اكيد لا ان يجي شخص مع احترامي كل الشخصيات اللي بدها تسلم المناصب هذا بشكل عام داعشي مو فقط يعني تحديدا على وزاره الصحه جيبه لا العلم لا فهم بالدائره اجيبه وانصبه مسؤول في اعلى هرم الدائره لا طبعا هذا بالتاكيد راح دائما العين ما تحب الارجح منها مو يقولون تمام لا صحيح. فهذا دائما يقول شكو طاقه ايجابيه مثمره ناتج منتجه حقيقيه راح يدي يكبت هذه الطاقه الى ان حتى يبقى يتسيد صحيح وهذا بعد هو بس اللي فتش بالدار طبعا هو دكتور هذه النقطه حسك هاي السنه يعني هو الطرفه صراحه كداره مشاريع احنا ما اجانا مدير عام ومعاون مدير عام خارج الدائره ممتاز يعني من 2005 لحد اليوم يا الله يعني دائما المدير العام والمعاون مالته هو من ضمن الدائره صحيح وياي السبب من اسباب نجاح داره المشاريع صراحه ممتاز ايه. تعرف يعني أدرى أهل مكة أدرى بشعابها مدير عام معاون مدير عام خلال هاي العشرين سنة هم من الدائرة وهذا صحيح وهذا هو يعني رفع مستوى الدائرة صراحة ممتاز والحمد لله ممتاز إيه. ممتاز وصلنا إلى حديثنا أثناء الحديث المشاريع الكبرى فمنشيت عريض كبير صحيح وقلت لك هذا يعني الناس بصراحة مو فقدة الأمل لكن اكو عدم موثوقيه في بعض المجالات اكيد يعني. طبعا حق العالم من اروح انا الى دائره او صحه او مستشفى واشوف مثلا عدم تخدم مع احترام لل يعني الجيش الابيض يعني أكيد اطباء ممرضين عاملين جزاهم الله خير الجزاء صح واجبهم لكن يقدمون خدمه الأمانة يعني والطموح كبير اكيد يعني. انا اطمح ان يكون مستشفى مثل ما اشوف مثلا مستشفى بالهند مثلا اكيد مدينة سيتي او يسمونه اكو مستشفيات زرتها انا بصراحه بالهند ماكو ممرض يابا او مريض صحوا لي الممرض فلان او يجي لي كذا لا دقمه يمه يدوسه ثواني مو ثواني يجي الممرض فوقه بثلاثه بالاربعه الصبح كان تشوف المستشفى 24 ساعه نظيف تشوف هسه اهلي هو بس يعني الحكومه لها سلطه عليه طبعا اكيد تحت رقابه الحكومه احسنت أيه. انا يمتى اشوف استاذ احمد ان يكون هاي المشاريع الكبرى اللي هو قسم عندكم في دار الهندسيه او داره المشاريع والخدمات الخدمات الهندسيه انا اشوف هيك بالمستشفيات ان شاء الله راح اشوف بس انا عندي تعليق بسيط على قول. الفقره احنا مهامنا كدارة مشاريع احنا نبني المستشفى ونسلمه احسنت لا انا دا احكي على هدف الاساس إيه؟ يعني انتم جزء من ان تنشئ بالضبط لان هي مجموعة حلقات احسنت زين احنا الحلقة مالتنا ينتهي دورها بعد تسليم المستشفى استلام نهائي يسموه أه. يعني نبدي به من الصفر الى ان يسلم تستلم من المقاول بالضبط نبدي ندرجه يعني موضوع الادراج مع وزاره التخطيط توفير التخصيصات الماليه التعاقد مع الشركات هاي مهامكم هاي كلها مهامنا الى ان نوصله للتسليم النهائي نسميه لاداره المستشفى الجديد بالضبط بعد الاستلام النهائي الدوائر المعنيه هسه سواء في بغداد او بالمحافظات بعد هي مسؤوله عن ادارته احسنت ترجع تقول لي هاي المنظومات موجوده اقول لك حدثناها وجميع المنظومات اللي هسه المواطن العراقي واللي انا ايضا شايفه بدول الخارج سواء العربيه او الاوروبيه كل المنظومات اللي موجوده برا
هي موجودة مستشفياتنا الحديثة كلها موجودة ولا ربما تزيد بدون مبالغة. جميل. زين ما أريد أحكي بلغة الهندسة يعني بيها منظومة البي ام اس، بيها منظومات اللوكرينت، بيها منظومات إدارة، بيها منظومات الاتش اي اس، منظومات متطورة جدا وحدثت لأن تعرف تصاميمنا هي كانت قديمة. قصدك الإدارة الموحدة اللي تكون الكترونية بالضبط كلها محدثة وموجودة ممتاز. وإذا تجي أي جهة معينة أنا يعني خليها تطلع على التصاميم الحديثة وحتى على الشوب دراونج المنفذ اللي موجود حاليا مثبتة. كلها مثبتة وموجودة مستشفياتنا الحديثة ممتاز. واللي افتتحت من ضمنها مستشفى بابل 400 سرير، مستشفى السياب، مستشفى النيسان، هاي كل الخدمات فيها كلها موجودة متوفرة. لكن هسه تحكي لي كإدارة يعني هذه إدارة الصراحة أنا ما أقدر أجاوب عليها ولا أنا مخول بالتعليق على الموضوع ولا هو اختصاصي، لكن فيما يخصنا كدائرة مشاريع جزء من وزارة الصحة إحنا ضمن مهامنا أن نصمم أو نعد مشاريع ومستشفيات محدثة وفق المتطلبات الحديثة والمواصفات الفنية العالمية. كل هذا موجود وموثق بالتصاميم مالتنا. جميل. زين ومنفذة أيضا. لكن هو يبقى العبء وين؟ يبقى العبء على إدارة المستشفى، على الجهة اللي تدير المستشفى، وهو هسه يمكن وزارة التخطيط عفوا وزارة الصحة تدري بها دكتور حاليا تعاقدت مع بعض الشركات لإدارة المستشفيات. فعلا شفنا مع الوزير يمكن أعتقد في كربلاء. في كربلاء أيضا عندنا في نيسان اشتغلوا بدأ الشغل يعني أكو لمسات يعني تحس التجربة يعني ممتازة ممكن تكون. أنا ما أقدر أعلق عليها يعني دكتور أنا ما شايفها ولا هي من ضمن مهام عملنا كإدارة مشاريع، لكن احنا بتماس بالموضوع يعني الشركات اللي اجت جيدة نوعا ما وبدأوا يجيبون الكوادر سواء كوادر طبية او سواء كوادر ساندة، كوادر ادارية، كوادر تشغيلية لمنظومات المستشفى، لكن هي تبقى تجربة فتية لكن بوادرها توحي بالنجاح ان شاء الله، يعني نقدر نسميها ناجحة. وهذه خطوة اولى اكيد اتوقع مستقبلا راح تدعم وتطور ان شاء الله تنجح. استاذ احمد يعني حكينا على الرقابة، ديوان الرقابة المالية هاي تاخذ عندكم تعاقدات ومبالغ مالية والأموال سنويا وكذا وهذه التفاصيل، لكن من يتابع مشاريعكم؟ إيه عندنا قسم خاص وقسم الأبنية والمتابعة اللي بالوزارة؟ اللي بالوزارة لأن تعرف حضرتك دكتور احنا كدائرة عندنا مجموعة أقسام من ضمن أقسام دائرتنا قسم معني بالمتابعة تشكل فرق وتصدر إلها يعني أوامر إدارية فصلية أو سنوية يقومون بعمل زيارات ميدانية للمشاريع. طبعا هذه الزيارات تحل كثير من المشاكل تعرف دكتور أنت يعني مو تقعد على ميزك وكتابنا وكتابكم ما تنحل المشاكل فعلا. لكن من تدس فريق للمشروع صير ميداني وتقعد ويا المهندس المقيم تشوف مشاكله شنو، تشوف معوقاته تذللها كثير من المشاكل الحمد لله انحلت عن طريق هذه الفرق وهي تفعلت يعني صار أكثر من سنتين تقريبا وساهمت برفع نسب الإنجاز. ممتاز. بالإضافة إلى حاليا أكو فرق أيضا شكلت يعني حتى يتصلون بينا بالتليفون صراحة مكتب رئيس الوزراء، هيئة المستشارين يعني أول بأول هاي المشكلة صار من عند المتابعة متابعة حثيثة وهذا الشيء طبعا هو يعني إيجابي. وهذا أقول يعني الحكومة كويش تعاون اكو دعم لوزاره الصحه من خلال مكتب رئيس الوزراء او دوائر او الوزارات الاخرى. اكو دعم انا الصراحه احنا لمسنا يعني دعم جيد جدا من مكتب رئيس الوزراء من الوزارات المعنيه بالموضوع وزاره التخطيط، وزاره الماليه، الوزارات الامنيه كثير يعني قدموا لنا كثير من التسهيلات وكثير اختصروا حلقات الروتينيه يعني بعض المشاكل يحلوها باجتماعات بتليفونات. جميل. يعني هذا انا اعتبره في حتى المحافظين محافظات كذا المحافظات هسه بعد هي يعني تشكلت قريبا فبعد ما لامسين يعني فد تعامل بعدكم ما فاتحين ابواب بعد العيله تعرف يعني بدات المخاطبات قبل اسبوعين ثلاثه بيناتنا لكن نتوسل بهم خير. لا هي بعض المحافظات ما مشكله لكن صارت لقاءات قبل فتره صار اتذكر بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات صار لقاء مع السيد معاون المحافظ مال ذي قار
كان رجل متعاون جدا، ونوقشت مشاريعهم مال الخطه الاستثماريه مال وزارتنا، وحلينا بعض المشاكل. فاكو بوادر خير ان شاء الله. هاي على نطاق المستشفيات الحكوميه، انتم بدائره المشاريع اكو ممكن مستشفى اهلي استوى دين بيني لكم علاقه بهيج موضوع؟ لان اكو احتمال بناء المستشفى غير مواصفات مطابقه المواصفات مثلا. ممتاز. اي صح. لا طبعا حتى المستشفيات الاهليه لكم علاقه بها؟ لنا يعني نتداخل بها من ناحيه المواصفه طبعا. هو اكو قسم خاص معني اسمه قسم القطاع الخاص، يعني معني بالمستشفيات الاهليه، لكن جزء من واجباتنا ان احنا ننطي المواصفه واحنا نصادق على المخططات. يعني ما يقدر يبني مشروع؟ لا ما يقدر يبني مشروع دون موافقة وزاره الصحه. وزاره الصحه بصوره عامه مجموعه دوائرها واقسامها. واضح. يعني اكو دائره تنطي موافقه اول ما تبدي بالاجازه وهكذا. بالضبط احسنت. اكو يعني سلسله من المراجعات. جميل. من ضمنها احنا فيما يخصنا المخططات مال المستشفى تعرض علينا كدائره مشاريع، اذا ملبيه للمتطلبات تصادق وتعتمد، اذا ما ملبيه تعدل على المتطلبات. بعد ما تكمل المستشفى هم لكم نظره الها؟ اكو طبعا مصادقه. اي اكو 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 لجان يسموها لجان الكشف النهائي على المشروع. ممتاز. وقبلها اكو لجان الكشف الاولي ايضا من وزاره الصحه. ممتاز. تحدد الموقع، تشوفه صالح. يا بابا مو موظف اكو بس عرفت تعرف كل معلومات دكتور. اي فاكو لجان معنيه بهالموضوع. هذا مهم صراحه. طبعا المستشفيات الاهليه دائما نشوف اكو حريق صار مثلا في سبب يسموه تماس كهربائي. صح. سواء ممكن خلل اكيد هو اكو مشكله فنيه دكتور، هم يعني هم لازم المواطن يعرفه. التصميم شكل احيانا صح، والداخل والتنفيذ شكل اخر. صح. هذا شو وقت يكشف؟ يكشف بعد ما يصير كشف نهائي على المشروع. بالاضافه الى التغييرات اللي يصير بعد الكشف النهائي. طبعا احنا الفرق مالتنا تطلع وتشوف وتشيك وتاشر السلبيات الفنيه. انا دحكي السلبيات الفنيه. واضح. وبعدين ننطي فترة زمنية حتى تعدل هاي السلبيات، ونسوي كشف ثاني ونلقاها فعلا معدلة. لكن انت ما تضمن بالضبط خلال هاي الفترة بعد اجراء الكشف النهائي شنو المتغيرات اللي صارت. لربما صارت احمال زيادة بالمستشفى. احنا اغلب الحرائق طبعا هي مشاكل بالكهرباء. صح. زيادة الاحمال، رداءة المواد المستخدمة بالضبط. بالتنفيذ بالضبط. من السيركت بريكر، من الكيبل، من العوازل الى اخره. هاي نشوف احنا حتى ببيوتنا. زين ما كل لجنه مثلا لجنه دائميه كل مثلا كل والله تطلع شهر. ايضا فرق ايضا تطلع سلامه. اي اكو مثلاً. فرق من الدفاع المدني. من وزاره الداخليه. اكو فرق تطلع يمكن من دوائر التفتيش اتصور. مسبقا كانت، هسه انا ما متاكد تطلع هم كان اكو مفتش عام يعني. لا حاليا دائره التفتيش هي كانت مكان مفتش اسعار. ما بس ما متاكد من هاي المعلومه يطلعون على المستشفيات الاهليه لو لا. بس انا اكو لجنه في وزاره الصحه تروح تشوف الادويه الصيدليه الكذا، لكن فنيه يعني هندسه كذا. هذا البنايه تم بها ملحق جديد، الملحق حتى الملحق لازم ياخذ موافقه من وزاره الصحه، لان تعرف دكتور هذا بي تبعات. صح. بناء وبزياده احمال وبزياده خدمات بتوسع للبنى التحتيه، فايضا ياخذ بيه موافقات. جميل. عندكم انتم بناء مستشفيات وكو اعاده تاهيل، شلون تشوف اعاده تاهيل؟ هل هو ذا جدوى؟ ممكن هو عمليه تسيير اعمال اذا مثل ما تقول موازنه ضعيفه فاضطر انا اروح اهل افضل حتى اعالج يعني. لكن مثلا مثال بسيط، مدينه الطب يعني حتى العمر الافتراضي خلص. صح ولا لا؟ هو مهندس كل بنايه لها عمر افتراضي. صحيح. يعني متهالكه يعني بداوا يبنون مساحات، وين ما يقول مساحه فارغه بداوا يبنون بها المشروع. حتى ما عادت اكو حركه تصير في داخل مدينه الطب، ذاك اليوم تورطت بسبب الزخم. يعني سياره وين اخليها؟ قمت افتح بالمستشفى حتى دور مكان. يعني هذا شلون بديتوا تعالجون يعني اعاده تاهيل؟ يعني هو مثل ما تفضل الدكتور، احنا عندنا كثير من المؤسسات الصحيه قديمه. يعني تعرف هو يعني نظام البائد ترى ما سوى مؤسسات صحيه. صح. بقت هي نفسها. يمكن اخر مجموعه مستشفيات بنيت عندنا حسب ما اتذكر هي بالثمانينات، يعني انا سامع عنها بالثمانينات. انا طفل كنت. زين. اللي هي مستشفيات الماروبيني يسمونها، المستشفيات اليابانيه اللي هي تيبيكال كانت. زين. كلها تصميم واحد، بنيت مجموعه محافظات. هذه ما صار لها تحديث، والنظام بعد ما بنى نظام البائد ما بنى مستشفيات ولا بنى مؤسسات.
وقريب مثل مستشفى شوادر وكذا. كلها قديمة هذه. مستشفى الزهراوي. الزهراوي. الصدر. مستشفى صح. القادسية اللي احنا نسميه اليوم مستشفى الإمام علي أو شهيد الصدر العفو. مستشفى شوادر اللي هو مستشفى الإمام علي. كلها مستشفيات قديمة صحيح. هي. صحيح. ما حدثت ولا انبنت مستشفيات بديلة عنها صح. سابقا. صحيح. لكن بعد 2003 الحمد لله هي وزارة الصحة بدت أو أخذت على عاتقها بناء مستشفيات. فأنت لازم تسوي موازنة. أو خلنا نسميها مزامنة بين مستشفى قديم لكن يقدم خدمة وتريد تسوي مستشفى جديد وأيضا يقدم خدمة فصارت رؤية لوزارة الصحة ودارة المشاريع المستشفيات القديمة تؤهل حتى هي بيها جدوى الصراحة تأهيل مالتها ولا مو من المعقول تصرف عليها مبالغ كذا مليار صح. وهي ما تقدم خدمة لا والله تقدم خدمة زين صحيح أبنيتها قديمة لكن إذا سوي لها تقييم إنشائي لا بيها جدول يعني حتى يفهم المواطن عادة تهيلية مو فقط صبغ لا طبعا وكذا. لا لا طبعا إضافة أسرة وكذا أكيد أكيد حتى يفهم المواطن يعني عندنا حاليا احنا درجنا مشروع كوزارة الصحة هي مستشفيات المراوبين عادة تهيلها زين وكل مشروع بجداول كميات جداول كميات إذا نحكي بالتفاصيل مالتها صار بيها تغيير لمنظومات التبريد المركزي شامل أها طبعا تغيير لمنظومات المصاعد اللي هي منصوبة قديما بالضبط زين تغيير لل تغيير لإضافة لا هذا تغيير 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 لأن أنا عندي مثلا مستشفى معين 400 سرير بعشر مصاعد مستشفى بغداد صار بي العشر مصاعد صح. منصوبة بال 85 بالضبط. هي تشتغل لكن بطيئة قطع غيار ما إلها بها مشاكل عطلاتها كثرت هذه تغير بالكامل البنى التحتية المي المجاري محطات المعالجة هذه كلها انشملت بالتأهيل مال المستشفيات اللي هي مستشفيات مراوبيني وعندنا خطة إن شاء الله نأهل وجبة ثانية بس كنت تتوفر التخصيص بما أنا أتحدث عن الخطة في سؤال أخير وقت البرنامج إيه تفضل دكتور خطتكم المستقبلية أستاذ أحمد والله خطتنا المستقبلية إحنا سألتني سؤال قبل فترة دكتور يعني خلال هذا اللقاء عن شنو دور ديوان الرقابة هل هو إيجابي أم لا ديوان الرقابة أشر لنا العجز السريري طبعا هو هذه التقارير اللي أشرت العجز السريري بعموم العراق جاءت بناء على حاجة فعلية كثافة السكان أحسن وبناء على التوسع صحيح. السكاني صحيح. والحضري وبناء على تقارير من دار التخطيط وتنمية الموارد عندنا بالوزارة يعني لكل كذا ألف نسمة كذا سرير فأشرونا العجز السريري كمجموع توتال فإحنا كوزارة الصحة خلينا خطة أن ما أقول لك هذا العجز السريري خلال خمس سنوات لأن هو أكو فتقاب كبيرة صراحة واضح. فخلينا خطة يعني سويناها مراحل وبدينا بيها الحمد لله بدينا بيها العام درجنا مشاريع 100 سرير ضمن الاتفاقية الصينية يسموها يعني راح نبني 100 سرير بكل محافظة كل محافظة كل محافظة 100 سرير هذا أكو حددته بفترة معينة طبعا هذا هسه إن شاء الله هنا قيد الإحالة يعني إن شاء الله إن شاء الله بالنهاية السنة تبدي المباشرة ببعضها أطراف احكي لي على الأطراف قبل أن نختم بأقل دقيقة طبعا هي اختيرت من قبل دوائر الصحة خوناهم هو يختار المكان اللي يريده وين عنده مكان نائي أو طرفي أو ما مخدوم يسوي به مستشفى فبناء على طلباتهم دوائر أحسن. الصحة الأستاذ أحمد شغش سلطان معاون مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في وزارة الصحة شكرا جزيلا شكرا لك دكتور ممتن الله يحفظك شكرا وإن شاء الله نتمنى الخطط المستقبلية والمشاريع الكبرى تنفذ على أرض الواقع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور إذا مشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج أنا موعد ومقدم برنامج حازم الحربي ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة 9 مساء وأقول لكم في الأيام القادمة القريبة عيد الله أكبر كل عام وأنتم بألف خير أتمنى من الله أن يمن على هذا الشعب بالخير والبركات تقبل الله حجاجنا وعودتهم سالمين إلى أرض العراق إن شاء الله في أمان الله